تواصل عمليات إخلاء الشريط الحدودي بسيناء والسيسي يشدد على ضرورة سرعة صرف التعويضات المالية لسكان هذه المناطق. إسرائيل تغلق الحرم القدسي أمام المصلين في أعقاب إطلاق النار على زعيم يميني متشدد، ودعوات من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تعلن رسميا فوز حزب نداء تونس بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 85 مقعدا. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل، والبداية مع الزميل محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا عمرو، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الأنباء. فتح السيسي عدة اتصالات مع عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك في إطار متابعته لتطورات الأوضاع في شمال سيناء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي حرص على متابعة أوضاع أهل شمال سيناء وخاصة الشريط الحدودي الذي يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على منح قاطني هذه المنطقة فرصة الإخلاء والانتقال إلى مكان آخر، مضيفا أن الرئيس قد شدد على تسهيل كافة الإجراءات لصرف التعويضات اللازمة لسكان هذه المناطق وضمان حصولهم على حقوقهم. من جانبه أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه تم أو سيتم صرف التعويضات المالية لسكان المنطقة الحدودية الذين أخلوا منازلهم بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن 65% من سكان المناطق التي تم إخلاؤها وافقوا على هذه الخطوة مقابل حصولهم على تعويض مادي، في حين وافق 29% على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني والحصول على أراض بديلة في منطقة النباتات الطبية برفح، بينما وافق الباقون على منحهم التعويض المادي نظير المباني وقطعة أرض والحصول على إسكان اجتماعي في المناطق الجاري تنفيذها داخل المحافظة. هذا وقد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء، محددا معالمها وإحداثياتها. وتضمن القرار الذي جاء بناء على تفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها قانونا في حالة الطوارئ أن يتم إخلاء المنطقة المحددة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وأنه في حال امتناع أي مقيم بالمنطقة المحددة عن الإخلاء بالطرق الودية فيتم الاستيلاء عليها جبرا على ما يمتلكه أو يحوزه أو يضع يده عليها من عقارات أو منقولات. كما تضمن القرار أن يتم تقدير التعويضات المستحقة طبقا لأحكام القانون والتظلم منها وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، كما أناط القرار بمحافظ شمال سيناء تنفيذ هذا القرار الخاص بعزل المنطقة المقترحة. أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب على استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتطبيق القانون واستتباب الأمن في البلاد. يأتي هذا بينما وصف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال الذي سيقام بميناء دمياط بأنه أحد المشروعات المصرية القومية العملاقة وسيضاف إلى منظومة المشروعات داخل المنطقة. اجتماع لمجلس الوزراء بحث فيه سبل تنفيذ المشروع القومي الكبير بإنشاء منطقة لوجستية عالمية بميناء دمياط لتصبح مصر محور تجارة الحبوب ومصدر توريد منتجاتها في المنطقة. هو مشروع الحقيقة مشروع عملاق يضمن فعلا أن تكون مصر قاعدة لتوزيع وتداول وجميع لوجستيات الأقماح والغلال والصناعات المقامة عليها. مصر تستهلك تقريبا 30% من تجارة الأقماح في العالم، المنطقة اللي حوالينا بتستهلك أيضا 20%، إذن هناك مركز الثقل عندنا. المشروع سيوفر 15,000 فرصة عمل ويتم تنفيذه خلال عامين بتكلفة مبدئية 15 مليار جنيه. إن هذا المشروع أيضا يمس في الصميم
البسطاء والمواطنين المصريين 15,000 فرصة عمل. حاجة تانية في ان ده هيساهم بشكل كبير جدا وملموس في تخفيض تكلفة المعيشة نتيجة لتخفيض تكاليف تداول الغذاء. وزير الزراعة يؤكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع أن البنك هو الممول لشراء الأسمدة التي سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الزراعية المحلية. البنك التنمية والائتمان الزراعي يجب أن يكون هو الزراع الأساسي لقطاع الزراعة في تنفيذ تنمية زراعية مستدامة، وبالتالي لا يمكن ننفذ تنمية زراعية مستدامة بدون الفلاح المصري. الفلاح المصري هو العصب الأساسي لهذه التنمية، وبالتالي كما أكد وزير الصحة على وضع الملامح الاستراتيجية للسكان ودعم قضية الصحة الإنجابية. لم يكن اجتماع مجلس الوزراء هذه المرة اجتماعا عاديا، فقد تناول العديد من القضايا والملفات الهامة والتي تصدرها الملف الأمني خاصة في سيناء. كما توج المجلس اجتماعه بقرار سداد نسبة 5% من المعاشات لعام 2007 ليتم صرفها اعتبارا من يناير المقبل. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. يعقد اليوم ويعقد بمشروع قناة السويس مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال الحرف والكراكات الجديدة، ويهدف المؤتمر إلى إطلاع الإعلاميين على صورة من الواقع للمشروع عقب مرور ما يقرب من 3 شهور على عمليات الحفر. وكان رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية المشرف على قناة السويس الجديدة اللواء أركان حرب كامل وزير أوضح في وقت سابق أن عمل الحفر في القناة الجديدة تسير وفقا للمخطط لها، مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة بلغ بالمشروع نحو 73 شركة بخلاف كتيبتي الطرق التابعتين للقوات المسلحة، وأن عدد العاملين بلغ 18,100 عامل. في تلك الأثناء التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الخميس بهادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة لبحث تطورات الأزمة السورية. كما يلتقي شكري عبد القادر مسهال وزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ككل وعلى رأسها القضية الليبية. تنتقل اليوم محكمة جنح الساحل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى حكمها على 26 من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك الوايت نايتس في القضية المتهمين فيها بتنظيم مسيرة بدون تصريح. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم مسيرة بدون تصريح، وكذلك خرق القانون وخرق قانون التظاهر والاعتداء على المواطنين وأتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص بمنطقة شبرا. تستكمل اليوم محكمة جنح مصر القديمة بمعهد أمناء الشرطة جلسة محاكمة 19 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة أثناء إحياء ذكرى فض اعتصام 4 العدوية. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهما تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة المؤسسة على خلاف القانون، كذلك إتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من معهد أمناء الشرطة مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، يعني بعد التحية، كيف تتابعين سير القضايا التي يتم استئنافها ونطق بالحكم فيها اليوم بمعهد أمناء الشرطة؟ تحياتي الزميل محمد عبدالله ولكل مشاهدي النيل في كل مكان. بالفعل اليوم معهد أمناء الشرطة الجدول القضائي فيه يوجد فيه قضيتين هامتين. القضية الأولى وهي القضية الخاصة بالحكم على عدد 26 متهما من رابطة وايت نايتس. الحكم اليوم ستصدره محكمة جنح الساحل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى، وذلك على خلفية اتهامين في عدد من الاتهامات على وجه التحديد تنظيم بدون الحصول على تصريح، وكذلك الاعتداء على المواطنين وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا أدت إلى إحراق عدد من المحال التجارية.
أما القضية الأخرى التي سوف تنظرها محكمة جنح مصر القديمة وأيضا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترا هي الخاصة باتهام 19 متهما أثناء أحداث العنف التي حدثت نتيجة لإحياء ذكرى فضل اعتصامي 4 والنهضة وذلك في منطقة مصر القديمة. وكانت النيابة قد وجهت لهم عدد من الاتهامات وذلك الانضمام منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة نارية وكذلك إتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة. أريد أن أذكر أن الجلسة لم تبدأ بعد ولم يسمح إلى الصحفيين والإعلاميين بالدخول. أما عن الأجواء والإجراءات الأمنية داخل معهد أمناء الشرطة فهي مشددة للغاية، فيوجد عدد كبير من الحواجز الحديدية والكلاب البوليسية وكذلك التفتيش على البوابة الرئيسة مرورا بالبوابة الأخرى مرورا بالبوابة الخاصة بمرور الإعلاميين والمحامين. نعم إليك نشوى صالح مراسلة النيل من معهد أمناء الشرطة. أشكرك جزيل الشكر. ونتحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استشهد شاب فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاشتباههم بقيامه بإطلاق النار على ناشط إسرائيلي وتسبب في جرح بحسب الناطق للشرطة الإسرائيلية. في غضون ذلك أغلقت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي أمام جميع المصلين والزائرين اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إطلاق الرصاص على يميني إسرائيلي متشدد وإصابته بجروح وصفت بالخطيرة. هذا ودعت الجماعات اليهودية أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى منذ صباح اليوم والقيام بجولة داخل ساحاته وحول مسجد قبة الصخرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور عبد المجيد، يعني كيف تعلق على أغلاق المسجد الأقصى عقب إطلاق النار على أحد اليمنيين الإسرائيليين المتشدد الذي كان في هذا المكان عقب إلقاء أحد الخطب الموجودة في هذا المكان؟ يعني في حقيقة الأمر أن هذا الإغلاق لا يأتي كردة فعل حقيقية على محاولة الاعتداء على ذلك اليمين المتطرف، هي تأتي في سياق السياسة الإسرائيلية لمحاولة فعلا تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وهي قضية معلنة وتصرح بها الأوساط الرسمية الإسرائيلية وإن كان يعني بصورة خجولة أحيانا، ولكن تصرح بها الأوساط اليمينية المتطرفة والتي تقود حكومة التطرف في إسرائيل. بمعنى أو بآخر هذه المحاولة قد تكون الذريعة التي أو الحجة التي تلجأ إليها إسرائيل، ولكن الهدف الحقيقي من وراء هذا الإغلاق هو تمهيد الأرضية لتقسيم الأقصى. نعم. طيب دكتور عبد المجيد، يعني تحدثنا عن عدد من الموضوعات أيضا في موضوعات ذو صلة. اليوم السويد أعلنت حكومة عن الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وتعتبر أولى الدول في الاتحاد الأوروبي أن تعترف بمثل هذا القرار. كيف ترى من وجهة نظرك وهل نستطيع أن نقول أنه خطوة على طريق السليم في ظل الجلسة التي عقدت بالأمس داخل مجلس الأمن الدولي للتنديد ببناء المستوطنات بشكل أو بآخر وبالتالي عرقلة جهود السلام؟ يعني بصراحة نعم، هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. نعم. بل وخطوة جبارة إذا شئت، لأن هذه الخطوة تمهد لاعترافات أوروبية قادمة. هذا يعني بصورة أو بأخرى أن المجتمع الدولي وخصوصا نحن نتحدث هنا عن الاتحاد الأوروبي، هذا يعني بأن المجتمع الدولي بدأ يدرك أهمية الاعتراف بالدولة باعتبار ذلك يخلق أمرا واقعا من الناحية السياسية مقابل الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه بالجرافات والدبابات ويعني أحذية الجنود. نعم. بهذه الطريقة من وجهة نظري أن هذا رد ممتاز لصالح القضية الفلسطينية، وهي عملية عزل سياسي ونبذ سياسي لإسرائيل. طب هل يعني دكتور عبد المجيد هل ذلك سيغير في منظومة أو فكر الاتحاد الأوروبي ككل وبالتالي تتوالى الاعترافات بدولة فلسطين التي لم تقم حتى اللحظة؟ هذا صحيح، أنا أعتقد أن ما تفضلت به هو الصحيح. بمعنى أو بآخر هذه مقدمة لكي يعني تتوالى الاعترافات الدولية، وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة نفسها
تعرف بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ هذه الخطوات أو هو سيتخذ هذه الخطوات وهي تتشاور مع الأوروبيين، قد لا تستطيع لأسباب داخلية الولايات المتحدة أقصد يعني أن تجاهر بهذه المسألة، لكن يبدو أن مسألة الاعتراف بدأت يعني تطرح على جدول الأعمال الدولي، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح على هذا الصعيد. بالطبع نتمنى مزيد من الاعترافات ونتمنى المزيد أيضا لدولة فلسطين من الاستقرار. شكرا جزيلا دكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أعلنت مارغو فلسترومو وزيرة الخارجية السويدية أن حكومة بلادها اعترفت اليوم بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع. كما أكدت الوزيرة أن اعتراف الحكومة بدولة فلسطين يعتبر خطوة هامة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا وقد دعا الفلسطينيون مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة إسرائيل بوقف مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس المحتلة، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس عقدت بطلب من الأردن لبحث التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل للكف عن نشاطاتها الاستيطانية وتنفيذ التزاماتها الدولية. في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على دعوة من الأردن، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل بالكف عن نشاطاتها الاستيطانية وتنفيذ التزاماتها. فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية نقل مخاوف الأمين العام إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ودعا فيلتمان تل أبيب للتراجع عن خططها مشيرا إلى أن ذلك لن يساعد على بناء أجواء الثقة مع الجانب الفلسطيني والدفع قدما لإحياء محادثات السلام والتوصل لاتفاق شامل ودائم. من جهته ألقى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور باللوم على إسرائيل في عدم جديتها لإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إذا لم نتمكن بشكل جماعي من إقناع قوات الاحتلال بأن تتفاوض معنا لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن خيار حل الدولتين ربما لن يكون متاحا بالنسبة لنا، ولا يلام في ذلك إلا سلطة الاحتلال لعدم تجاوبها بشكل إيجابي للتفاوض لإنهاء الاحتلال. وأكد منصور خلال الجلسة أن سكان القدس الشرقية يعانون من التمييز والتطرف من قبل المتطرفين بما في ذلك القتل والخطف والاعتداء على دور العبادة. كانت السلطة الفلسطينية قد دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك. ورغم انعقاد جلسة طارئة لم يتم تبني قرار ولم يصدر مجلس الأمن بيانا يندد فيه بإسرائيل، ولكن إسرائيل تعرضت لموجة انتقادات قوية من عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والتي دعت إلى التوقف عن الأعمال أحادية الجانب بما فيها التوسع الاستيطاني. يصدر حزب نداء تونس العلماني تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد متقدما على حركة النهضة الإسلامية بحسب نتائج أولية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقالت الهيئة العليا أن حزب نداء تونس فاز ب 85 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 217 مقعدا، يلي حزب النهضة الإسلامي حصل على 69 مقعدا فقط. تأييدا لما سبق إعلانه، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بتقدم حزب نداء تونس العلماني على حركة النهضة الإسلامية. نداء تونس حصلت على 85 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 217 مقعدا، تلاه حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا، بينما حل في المرتبة الثالثة حزب الاتحاد الوطني الحر بحصوله على 16 مقعدا، ثم الجبهة الشعبية التي ستشغل 15 مقعدا، وأخيرا حزب آفاق تونس الذي فاز بثمانية مقاعد فقط. الانتخابات التشريعية تعقبها انتخابات رئاسية في 23 من نوفمبر، ليتشكل بذلك لدى تونس مؤسسات حكم مستقرة لولاية لم تد لخمس سنوات، وذلك بعد نحو أربع سنوات كاملة من عدم الاستقرار والحكومة المؤقتة.
وكان حزب النهضة قد فاز في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس جرت في أكتوبر من 2011، لكنه واجه انتقادات حادة بمحاولة السيطرة على كافة مقاليد الحكم بعد سنتين في السلطة، ما نتج عنه خسارته لعشرين مقعدا من تلك التي كان يشغلها في المجلس التأسيسي. نداء تونس استغل كبوات النهضة وركز حملته الانتخابية على إبراز ما اعتبره حصيلة سلبية لفترة حكمها، واتهمها بالتراخي في التعامل مع جماعات سلفية جهادية اتهمت باغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في 2013. وفي أول تصريحات للباقي قائد السبسي رئيس حزب النداء جاءت بعد ظهور بشائر فوزه لتؤكد أنه لن يحكم وحده بل مع الأقرب لتوجهات حزبه من العائلة الديمقراطية، متفادية الإشارة إلى تيار محدد ومتعهدا في ذات الوقت بإرجاع مفهوم الاستقرار إلى تونس بعد سنوات صعبة شهدتها منذ ثورة الياسمين. شنت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش صباح اليوم غارة جديدة قرب مدخل مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا. وفي وقت سابق قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطيران نفذ 14 غارة جوية على مواقع مختلفة تابعة للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، وذلك خلال اليومين الماضيين. يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه مقاتلون من الجيش السوري الحر إلى سوريا قادمين من تركيا لدعم جهود محاربة تنظيم داعش. ومن ناحية أخرى أطلق تنظيم داعش سراح 25 طفلا كرديا من تلاميذ المدارس كانوا قد اختطفوا في مايو الماضي، وذلك حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في قصف جوي لقوات النظام السوري على مخيم النازحين قريب من الهبيط في شمال غرب سوريا. ومن ناحية أخرى عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ صدمتها إزاء التقارير الواردة عن قصف سلاح الجو السوري بالبراميل المتفجرة مخيما للنازحين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وصفة ما جرى بالهجوم الوحشي. وقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفا ساكي أن ليس بوسعها تأكيد تفاصيل ما حدث، لكنها قالت أنه إذا ثبت مسؤولية الجيش السوري عنه فسيكون هذا العمل الوحشي الأخير الذي يرتكبه النظام ضد شعبه على حد قولها. نددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب على أيدي ميليشيات متقاتلة غربي ليبيا، حيث تدور منذ أشهر معارك طاحنة بينها. وقالت المنظمة أن ميليشيات خارجة عن القانون ومجموعات مسلحة من الجهات المعنية مشتبه بأنها ارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، مستندة إلى صور قد التقطت عبر الأقمار الصناعية. وأفادت بحسب شهود عيان ومنذ أشهر تدور معارك طاحنة في العديد من مدن غرب ليبيا بين ميليشيات مدينة أزانتان الموالية للحكومة وقوات فجر ليبيا التي تساندها قوات مسلحة متشددة. تعقد الأحزاب السياسية في اليمن اجتماعا اليوم للتوقيع على الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بشأن تكوين حكومة كفاءات لا محاصصة. وقد تم الاتفاق على تخصيص 9 وزارات لحزب المؤتمر وحلفائه وتكتل اللقاء المشترك الذي تزعمه حزب التجمع الوطني للإصلاح، بالإضافة أيضا إلى 6 حقائب وزارية لكل من جماعة أنصار الله والحراك الجنوبي. يشار لأن أنصار الله حصلوا على معظم الوزارات الهامة بعد إجراء قرعة توسيع الوزارات وهو ما رفضته عدد من الحركات مطالبة بحكومة كفاءات غير حزبية. أعلن أعضاء الهيئة التأسيسية لمجلس حكماء المسلمين بالإجماع اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيسا لمجلس حكماء المسلمين. يشار لأن مجلس حكماء المسلمين هو هيئة إسلامية عالمية تضم كبار العلماء الإسلام ومفكريها، وقد تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ويتكون من عدد من علماء الأمة وخبرائها. يتناقشون، يتواصلون بالأفكار، وأخيرا يتفقون على بدء العمل فيما أقروه.
إنهم أعضاء مجلس حكماء المسلمين، والذي أنشئ كهيئة دولية مستقلة في 19 من يوليو الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز السلم في العالم الإسلامي أجمع. مهمة هذا المجلس هو إطفاء الحرائق وإقرار السلم وتصحيح المفاهيم انطلاقا من الحالة الراهنة التي يعيشها للأسف الشديد مجتمعنا العربي ومجتمعاتنا الإسلامية نتيجة الخلافات، نتيجة المفاهيم المغلوطة. فمهمة هذا المجلس لا تقتصر على إقرار السلام محليا ولا يعني إقليميا، ولكن أيضا مهمته نشر السلام في العالم بشتى الوسائل والطرق المختلفة. القاهرة كانت على موعد مع الاجتماع الثاني للهيئة التأسيسية لمجلس الحكماء، وبالإجماع أثنى المشاركون جميعا على شخصية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب واختياره رئيسا للمجلس لتبدأ الفاعليات مباشرة. اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لهذا المنصب أمر هو يعني يصب في المصلحة العامة، ولأن مكانة الأزهر في العالم الإسلامي مكانة معروفة لا يعترض عليها أحد، وأيضا تقديا لمكانة مصر الأزهر وريادتها في عالمها العربي والإسلامي وفي المجتمع الدولي. نتمنى لفضيلة الإمام كل التوفيق، ولهذا المجلس أن يكون صمام أمان للفكر الإسلامي الصحيح. بالإضافة إلى هذا، فإن الأمة الإسلامية من مختلف طوائفها ومختلف بلدانها تذعن للأزهر الشريف إذعانا كبيرا لما له من أسبقية في العلم، وما له من أسبقية في نشر الوسطية، ولما له من مميزات كبيرة وكثيرة. إجراء مراجعات جادة للأفكار الدخيلة الملتبسة بلبوس المفاهيم الأصيلة والتي أوقعت الأمة في آتون الاحتراب والتناحر هو ما يسعى إليه مجلس حكماء المسلمين خلال الفترة القادمة. وليد هيكل، التلفزيون المصري. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. تواصل عمليات إخلاء الشريط الحدودي بسيناء والسيسي يشدد على ضرورة سرعة صرف التعويضات المالية لسكان هذه المنطقة. إسرائيل تغلق الحرم القدسي أمام المصلين في أعقاب إطلاق النار على زعيم يمني متشدد، ودعوات من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تعلن رسميا فوز حزب نداء تونس بالانتخابات البرلمانية. ونايل دوت اي جي هو موقعنا على شبكة الانترنت لمن أراد المزيد. بعد قليل نأتيكم جولة في عالم الصحافة، ابقوا معنا بعد قليل.